ليكو إلكن عندي خبر بجنة. وشو هالخبر؟ قولي. شو قول؟ رابيل شو عم تحكي؟ احكي بسرعة. رابيل قولي شو عندك؟ يلا رح قول. ضياء عم يطلب ايد سوبيا للزواج. شو هالتخبيصات؟ ليش هيك عصبت زين؟ شو هالحكي هاد؟ كيف هيك بيصير يعني؟ ليش يعني ضياء مرتبط بشي حدا؟ لا مو هيك. إذا ما أنا مرتبط وين المشكلة؟ بعدين ضياء شاب مثقف ومتعلم ومتربي كتير منيح، وحتى سمعت أهله طيبة والكل بيشهد. أنا مبسوطة كتير لأنه هو طلب إيد أختك. أنا رايح حاكي. زين؟ شو مشكلته؟ شو صار لعقله؟ فيني أتوقع ضياء رفيقه لزين، يمكن عقله ما تحمل